مجدي إباني، الإعلامي مجدي إباني. ما نقول لك مبروك على اللقب اللي حصلت عليه. تانكيو لك فابيان، وتانكيو لما وعفوشيا، هو اللقب امباسادر اوف بيس ان ليبانون، يعني هو اجى لحاله. يعني حسب ما احنا ما بنشوف انه الكل بيجروا خلف الألقاب، بس انت اللقب اجى لعندك. لكن فابيان بدي اقول لك شغله كثير اساسيه، انه انا بشتغل بالعمل الاجتماعي صار لي اكثر من 20 سنه، وانا اوريدي مدير مؤسسه خيريه، يعني موظف، مش انه لالي هي المؤسسه، ولكن انه يمكن ان الاكتيفيتيز اللي عاده بعملها بنزلها على الفيسبوك الى ما هنالك. انا ما ساعدت للموضوع ابدا، كل القصه رح اعطيك شوي كيف صارت القصه. في عندي صديق لالي برا، برات لبنان، قال لي بعت لنا صوره باسبورك، بعثت له صوره الباسبور، قال لي بعت لنا السيفي تبعك، قلت له شو، قال لي بدنا ندعيك لمؤتمر الى ما هنالك. مش عارف، انا كنت عم بحضر ملف يعني بصراحه، وفيت اخذ شويه صور من الاكتيفيتيز اللي بعملها. بتفاجئ انه نهار انتخابات بيروت بتسلم الشهادة، بتوصلني الشهادة، وببلشوا يتواصلوا معي يعني من الجمعية من هونيك دغري، البريزيدنت فاوندر طبعاً. في شيء امتيازات هذا اللقب رح يعطي الإعلامي مجدي إباني؟ ليك أنا بدي أقول لك شغلة، أنت بتعرفيني فابيان مش من اليوم، بتعرفيني من زمان كتير، لا بعمره اللقب عطى لأي شخص أي قيمة، اسمك هو اللي بيلعب دور. أنا ما حابب كون سفير سلام مثل الموجودين الباقيين محترم لهم، حابب يمكن رح يفعل دولة أكتر على الأرض، يعني رح يكون في تفعيل أكتر لدوري بالنواحي الإنسانية وغير نواحي إنسانية. ما بحب أنا مجرد لقب إنك أنت تحمدي، أنا أوريدي عم بشتغل بهيدا الموضوع وبجرب قد ما فيه على قد إمكانياتي وعلى قد طاقاتي، بس هالمرة يمكن رح يكون بيفتح لي بواب أفق أكتر لجمعيات، عرفتي كيف، أقدر أتعاطى معها، أقدر ضوي عليها من خلال مهامي أنا كإعلامي على مشاكلها، على ظروفها، إلى ما هنالك من أمور. في خطط حطيتها لمشاريعك المستقبليه اللي بكون فيها كم سنه كثير للسلام؟ اي طبعا، انا رح اقول لك شغله، انا مبدئيا في شيء اسمه، كلنا بنعرف انه في شيء اسمه مبادره فرديه، المبادره الفرديه هي مساعده الغير، انه نحن كل واحد فينا قادر يساعد، يعني كل واحد من نفسه قادر يساعد اي شخص لو بمبلغ صغير. لو عملنا مجموعه اشخاص، يعني انت مثلا ببيتك، انت وصاحباتك، انتوا عم تعملوا صبحيه، تقدروا مثلا انتوا عم تشربوا الفنجان القهوة مثلا، تقدروا لو كل يوم مثلا 1000 1000 1000، تقدر بتلاقي حالك انت بعد شهرين مجمعة 200 او 300 ألف ليرة، بتقدر تساعدي فيهم طالب بمدرسة، قادر تساعدي فيهم حدا بدواء الى ما هنالك. اكتر شيء انا بدي ركز على هيدا الموضوع، انه المبادرة الفردية مش شعار، هي حس ومسؤولية، لازم نرجع نفعل هيدا الموضوع، لانه نحن بنعرف انه كتير عم نبعد عن انسانيتنا، وعم نبعد عن قيمنا اللي تعودنا عليها للاسف الشديد. يعني ما حدا فاضي لحدا، لازم يكون في اشخاص يقدروا يواجهوا اشخاص ثانيين. يعني عم نشوف هلا شهر رمضان على البواب، نعم، في رح تقوموا بامور خاصه للايتام والمحتاجين وهودي؟ لكن بالنسبه للفونديشن، انت بتعرف يمكن هذا الموضوع مش انا حكيت عنه، الكل بيحكوا عنه، انه المؤسسات هي بتمنح الالقاب هيدي، بس ولكن هذا بصفي نشاط شخصي، وانا بدي اجرب قد ما في انه جرب انه اطلق الصوت مع مطاعم الى ما هنالك، بس هي بدها تكون على صعيد شخصي اكثر. يعني انت بتعرف انه بهالايام ما حدا بقدم شيش بخشيش مثل ما بيقولوا. يعني شو رسالة بتحب توجهها لاصحاب رؤوس الاموال الكبيره اللي ما بيفكروا ولا يوم من الايام انه يساعدوا فقير او يتيم او يوقفوا حد محتاج؟ ليك رح لك شغله، ما مش صحيح 100%، رؤوس الاموال في قسم منهم بيتبرعوا، في قسم منهم بيساهموا، بس هن بشكل 10 او 15% يمكن من مجموعه، وفي ناس ما بتحب تحكي بهذا الموضوع. ولكن قبل رؤوس الأموال خلينا نركز على ناس أكتر بالنسبة لي أنا كضو، هن أكتر، هن مجموعة الفنانين، الفنانين اللبنانيين تحديدا، يلي كل حفلاتهم بلاوي. بدك تقولي لي عم بيعملوا عمل خير، خلينا فرجونا العمل الخير اللي عم بيعملوه مع مين وكيف. أنا بتذكر بعدوان الإسرائيلي مبادرة وحيدة كانت هي من نوال الزغبة، لما أخذت فان وراحت وزعت مساعدات فيه على المدارس، غير نوال الزغبة ما عملتها مرة واحدة. بالموقعنا بوشي عم تدعي الفنانين ليتبرعوا؟ مش يتبرعوا، كل واحد قادر بمبادرة، مش يتبرعوا كل واحد، مش قصة يتبرعوا من حفلاتهم، كل واحد قادر يشيل 500 دولار 1000 دولار من جيبته، كل واحد هو شو قادر. نحن مواطنين لبنانيين، والمواطن اللبناني صفى يا غني غني يا فقير فقير، بالنهاية هالفنانين القاعدة الشعبية الأساسية تبعهم مينني؟